شاء الله نعامة بالتفاح الإمبراطور فريد جونيور الأم سلطانة النهار الملك خالد سواعد المدرب والخيال وسيم سواعد تخرج عملية الإحماء هذه الفرص التي شاركت المهرجان الماضي حصلت على المرتبة الأولى بجدارة وين أحمد سعيد؟ يلا خليه يركب يطلع ما بي وقت 4:30 يلا ظهورها يا شباب خيال الله يرضى عليكم أبو آدم أبو جمل على صهوة مصنع الأبطال بسم الله ما شاء الله داهرين أو داهرين التفاح السفينة للمالك الحاجة علي قدح أبو السامع المدرب سليم قدح والخيال القيادة لأياس أبو جبل سالم العقبي على صهوة الخالديه التفاح العمار اللهيب الأم كيلو فترة الملك زياد حابر المدرب محمد حابري وقيادة لسالم العقبي جولة تفقدية للحاج مصطفى زعرورة أبو محمد في أرضية الميدان مع الخيام زنور ليكتسب الخبرة زنور من أبو محمد الحاج مصطفى لعالم السباقات والميادين خبرة كبيرة وواسعة للحاج مصطفى أبو محمد زعرورة شوح يا زنور شوح للضيوف إن شاء الله لتتويج خيول المجموعة الثامنة العم محمد مصطفى زعرورة أبو العبد لتتويج كؤوس المراتب الأولى والثانية والثالثة في هذا الشوط حياك الله أبو العبد أهلا وسهلا بك صورة يا بزورة أصحاب مدربين خيول المجموعة التاسعة لفئة الإناث الرجاء احضار هذه الاسماء الى ساحه التحضير وتعديلها فيكتوري العاديه السقلاوي سريك كيشيت ونجمه الليل هذه اسماء الخيول المشاركه في المجموعه التاسعه كمان مره فيكتوري العاديه السقلاوي سريك كيشيت ونجمه الليل اذا احمد عبود على صهوة شام فلسطين تفاح النايتون من إميج ويستون الأم بنت العابر الملك أبو عاطف واكد المدرب أحمد عبود وقيادة أيضا لأحمد عبود الملكين سعيد ومهند حماد المدرب سعيد زيدان القيادة لعلاء أبو حسين عمر على صهوة شروق بتفاح الشوال الأم هيفا القيادة لعمر غدير والمرحوم معتز زعورة أبو محمد رحمه الله أدخله فسيح جناته إخواني العاملين على جهاز الانطلاق رجاء إدخال الخيول بأسرع وقت ممكن الله يرضى عليكم لحظات معدودة لإطلاق خيول المجموعة الثامنة فئة الإناث تهجين مجاني لصاحبة المرتبة الأولى وفعلا إخواني ينطلق الشوط الثامن لفئة الإناث ينطلق الشوط الثامن لفئة الإناث صخرة أحمد أبو جبل متصدرة المجموعة من البداية صخرة أحمد أبو جبل متصدرة المجموعة من البداية الخيول بالمراحل الأولى من السباق الخيول بالمراحل الأولى من السباق ما تزال صخرة متصدرة المجموعة ما تزال صخرة متصدرة المجموعة الخيول دخلت المنعطف الأول أني
النزاع رباعي رائع وجميل، النزاع رباعي رائع وجميل. أياس أبو جبل يحاول على صوت الدارين، بل هي دارين متصدرة المجموعة مع أياس أبو جبل. الخيول خرجت من المنعطف الثاني نحو الخط المستقيم، ما تزال داهرين متصدرة المجموعة مع أياس أبو جبل، ما تزال داهرين متصدرة المجموعة مع أياس أبو جبل. سالم العقبي على صعوة الخالديه يندفع من الداخل، دخول ثلاثي رائع وجميل، دخول ثلاثي رائع وجميل. وسيم جواميس على صعوة النعامة، وسيم جواميس بالمرتبة الأولى على صعوة النعامة. سالم العقبي بالمرتبة الثانية على صعوة الخالديه، ودهارين بالمرتبة الثالثة مع الخيال أياس أبو جبل. شوط رائع وجميل، مستوى عالي لفئة الإناث من 4 سنوات وما فوق. يلا شباب على التتويج، الله يرضى عليك وسيم. خلينا نلحق الشوط اللي بعده واللي بعده واللي بعده. على بيت حبيبك زعرورة أبو العبد يتوج كأس المرتبة الأولى إن شاء الله لنعامة بتلفح الإمبراطور بريد جونيور والسلطان النهار الملك خالد سواعد، المدرب نسيم سواعد، والخيال وسيم سواعد. مبروك ألف مبروك خالد نسيم وسيم. يطلع لك يا أبو علي، يطلع لك سكفولو، وكيف لا وهي ابنة الفحل البطل بريق جونيور الامبراطور. مبروك ألف مبروك للملاك المدربين. تحدث المرتبة الثانية الخالدية مع سالم العقبي بتلفحل عمار اللهي بلون كيلو فاترة، زياد دحابري المالك المدرب، محمد دحابري ايضا العم محمد مصطفى زعرورة والحاج مصطفى زعرورة ابو محمد يسلمون كأس المرتبة الثانية. مبروك ألف ألف مبروك لزياد ومحمد دحابري. صاحبة المرتبة الثالثة مصنع الأبطال داهرين، داهرين تنفحل سفين للملك علي قدح ابو السابع من كفر مندا. بسم الله ما شاء الله داهرين، داهرين قادها الخيال العنيد اياس ابو جبل، ابو العابد زعروره والحاج ابو محمد زعروره ايضا يسلمون كاس المرتبه الثالثه. مبروك الف مبروك للعم علي قدح ابو السابح من كفر مندا. مبروك الف الف مبروك شباب، خلونا نضمر